عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ستارہ بالعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون